هناخد بقى كلينيكال اكزامبل عشان يفهمنا الكلام ده بشكل واضح جدا جدا جدا. هتكلم على الكابيلاري موديل، بتكلم دلوقتي على الكابيلاري اللي هو بتكلم على حاجه اللي هي في اخر الفاسكولار تري خالص، اللي هي يعني اخر الارتيريال سايد واول الفينس سايد. اوكي، فبتخيل ان انا هنا عندي الكابيلاري نفسه في البريشر بتاعه اللي هو الانترنال بريشر بتاعه اللي هو الاوزماتيك بريشر اللي موجود جواه، مش اوزماتيك، التوتال بريشر بتاعه بي اي اللي هو بي انترنال او انسايد. اوكي، الاوتسايد بتاع اللي هو الاكسترا سيلولار سبيس بتاعي هيبقى بي اوتسايد اللي هو توتال بريشر بي اوتسايد. هيبقى في عندي درايفنج بريشر اللي جوه بي دي اي واللي بره بي دي او يعني اوتسايد برضو، والاوزماتيك بريشر بتاعي اللي جوه باي اي والاوتسايد باي او، كل الكلام ده انسايد واوتسايد. فبي اي بتساوي بي دي اي زائد باي اي، وبي اوتسايد بتساوي بي دي او زائد باي او. اوكي، دلوقتي ده درايفنج بريشر اللي هو مقابل للسبيشيز اللي مسموح لها انها تعدي من خلال الممبرين دوت. لو في فرق في البريشر بتوين البي دي اي والبي دي او هيحصل فلو، لو مفيش فرق في الاثنين دول مش هيحصل اي فلو خالص. طيب لو احنا جينا بقى قسنا البريشرز اللي موجوده جوه الكابيلري ده along الكابيلري، يعني ده الارتيريال سايد هنا اهو وده الفينس سايد هنا اهو، كويس، فده الارتيريال سايد هنا وده الفينس سايد. اوكي، لو انا رسمت البي دي اي، اوكي، لان انا ما اقدرش اقيس البي دي او اكشوال اللي هو الباي او باي دي الباي او باي اي ده ما اقدرش اقيسه الحقيقه، بقيس ان هو الفرق بين ده وبين ده. فلو رسمت البي اي بي دي اي بتاعي ورسمت البي اي اللي هو التوتال، يعني الاوزموتيك بريشر بتاعي اللي هو اللي موجود عندي جوه الكابيلاري بيبقى حوالي 28 تور. اوكي، فده الوضع الطبيعي بتاعي ان انا ببتدي من بريشر هنا يعني حاجه معينه وبنزل بعد كده. البريشر ده بيبقى ايه؟ بيفضل ينزل كل ما بتحرك من الارتيريا للفينس سايد. لو ما كانش فيه نزول دوت، لو ما كانش فيه الدلتا دي، يبقى مش هيحصل فلو. طب دلوقتي لو بصيت على الاوتسايد بقى، اوتسايد هلاقي عندي الاوزموتيك بريشر حوالي 5 تور، والاقي البي اوتسايد لازم يبقى حاجه ثابته بالشكل ده. البريشر بيسكلي موجود في الاكسترا سيلولار سبيس لازم يبقى ثابت عشان ما بيحصلش فلو في الاكسترا سيلولار سبيس. البي دي او نفس الكلام، نتيجه ان هي الفرق بين ده وبين ده هيطلع حاجه برده ثابته ماشيه بالشكل ده كده. لو انا رسمت بقى العلاقه بين البي دي اي والبي دي او، رسمتهم لوحديهم تحت هنا كده علشان اشوف ايه اللي هيحصل، هلاقي ان عندي البي دي اي في نص السايكل الاولاني او في نص الكابيلري ده يعني لغايه هنا كده، بيبقى عندي البي دي اي اكبر من البي دي او. فنتيجه لكده يحصل ايه؟ البريشر اللي هنا اعلى من هنا، فيحصل فلو من هنا لهنا. في النص التاني بقى اللي هو الجزء اللي هنا ده، هلاقي العكس، هلاقي ان البريشر اللي هو البي دي او بي دي او اعلى من البي دي اي. يبقى معنى كده ان في النص التاني بيحصل فلو العكس بقى، بيحصل فلو من هنا لهنا، من الاوتسايد للانسايد. اوكي، لو انا بصيت على الكيرف اللي هنا ده، هلاقي عندي ان في الاحوال الطبيعيه الحجم بتاع او الاريا اندر ذا كيرف هنا هي نفس الاريا اندر ذا كيرف هنا. معنى كده ايه؟ معنى كده ان في نص المسافه او في نص المسافه هنا بيخش كميه من الميه او كميه من الحاجات من الاوتسايد من الانسايد للاوتسايد، وفي النص الثاني الكميه مقابله تماما بتخش من الاوتسايد للانسايد. اوكي، فمعنى كده ان في الاخر كميه البلاد مش هتتغير ولا الحجم بتاع التيشو او الاكسترا سيلولار سبيس هيتغير. فمعنى كده ان طالما الجزء ده هو مقابل للجزء ده مظبوط، يبقى معنى كده ان هما يعني هما الاثنين هيفضلوا قد بعض ومش هيحصل اي مشكله، هيبقى الستيدي ستيت بتاعي ان ده حجمه زي ما هو وده حجمه زي ما هو. في بعض الحالات المرضيه بقى ممكن نلاقي فيها اختلافات عن كده، هنشوفها واحده واحده كده، وحاجه كويسه جدا ان احنا نفهم العلاقات بدلاله الاوزماتيك بريشر ودلاله الدرايفنج بريشر عشان نفهم ايه اللي هيحصل بالظبط. نفكر تاني ان احنا عندنا لما يكون في فرق في الاوزماتيك بريشر ما بيحصليش فلو، لما يكون في فرق في الدرايفنج بريشر اللي هو البريشر بتاع الكومبوننتس اللي هي مسموح لها انها تعدي من خلال الممبرين، لا ساعتها يحصل فلو.